المعرض يأتي ضمن سلسلة معارض وفعاليات وأنشطة فنية ترعاها وزارة الثقافة، وإن كان الفن الرسم النحت أحد أوجه الثقافة السورية، واللي من أهداف وزارة الثقافة تعزيز ونشر هذه الثقافة الأصيلة الحقيقية واللي بتعكس أحد عناصر الهوية الثقافية والحضارية للسوريين. إن كان هذا الهدف سامي فيزداد سموه عندما يكون ريع هذا المعرض لمرضى السرطان، الأطفال المصابين بالسرطان، واللي تقوم على الإشراف عليه جمعية بسمة. الفن بمعنى سامي لكن ازداد سموه وأهدافه النبيلة عندما نجد أن ريع هذا المعرض لصالح أطفال المرضى السرطان. الفنان هو بطبعه بيكون حساس، فنحن الحقيقة أول ما توجهنا للفنانين كان كتير مبادرتهم سريعة وفورا، يعني كانوا كلهم مرحبين بالفكرة ومبسوطين فيها، فإن شاء الله تكون مشروع حلو ويتعاد يعني يتكرر. هالشهر كتير كان كتير مهم لأنه صرنا 5 سنين متوقفين لعمل أي نشاطات لتدعم جمعية بسمة بسبب الأزمة وبسبب الأحوال، وأحد هدول أهم النشاطات اللي عاملينهم كنا وهالفعاليات هو كان هذا المعرض. هذا المعرض كتير شيء مهم لأنه أول شيء عنا 23 عمل تقدموا لجمعية بسمة من فنانين سوريين تبرع بكامل ريعون للأطفال المصابين بالسرطان، واستقبلنا طبعاً جاليري أرت هاوس هون بكل فحوة وحب مع وزارة الثقافة ومديرية الفنون الجميلة، وحسنا نعمل هذا الإيفنت اللي هو فعلاً بالنسبة لنا مهم كتير لندعم فيه الأطفال المصابين بالسرطان، لأنه إن شاء الله بيجي منه قدر الإمكان ريع مادي لهدول الأولاد. شاركتي بهذا المعرض هي كتير شيء إنساني وكتير أنا سعيد بالمشاركة فيه، لأنه حيروح ريع اللوحة بالكامل لجمعية بسمة الأطفال المصابين بالسرطان، والفنان بالنهاية هو عم يرسم عمل فني نابع عن إحساسه الداخلي، مو لغرض تجاري أو هدف ربحي، هو عمل إنساني، هو أرقى من المادة. بالنسبة لهالمعرض هيدا مشاركة كتير جميلة ومبادرة حلوة من جميع الفنانين يلي شاركوا بهالمبادرة الرائعة الإنسانية لمرضى السرطان. طبعا بغض النظر عن أي نشاط فني، أنا بهمني دائما أنه نحن نضل متواجدين بفنان نوصل رسائل، لأنه بأي طريقة تحت أي مسمى لمعرض هيك نشاط كتير حبينا، وكتير نحن منشجع هالجمعيات الخيرية والمبادرات الإنسانية. تبرعت فيها قبل ما أحس بالوجع، بس أصلاً صار معي موقف متعلق بمرض السرطان، توفت صديقة كتير مقربة لي بهالسبب، فأنا بتمنى يلي كل من شارك ومني بالذات إنه هدول اللوحات عن جد ينباع ويروح ريعهم للأولاد السرطان يتعالجوا كلهم، من حقهم هنن كمان كأولاد يعيشوا مثل ما نحن عشنا ومثل ما غيرهم رح يعيشوا، فلازم هنن كمان يلعبوا ويشوفوا حالهم ينبسطوا بلونهم وبشعرهم وبكل شيء بهالدنيا.